هناك مفاتيح رئيسية للولايات المتحدة تمتلكها في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط. هذه المفاتيح الرئيسية هي المفاتيح الاقتصادية. يعني أعطيك مثالا، إذا ما أرادت، ولو فرضنا أنه قامت إيران عن طريق نفوذها وعن طريق الجهات الفاعلة لدى إيران في العراق بالسيطرة على القرار السياسي العراقي، فإن الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي مرهون بالأيادي الأمريكية. باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات صغيرة على الاقتصاد العراقي تنهي العراق بالكامل، مهما كان النفوذ الإيراني متواجدا داخل العراق. إيران تعلم بهذا الموضوع. قدرة العراق على موازنة، على الموازنة، باعتقادي إيران ستساعد بالموازنة بين العراق والولايات، علاقة العراق بالولايات المتحدة وكذلك علاقة العراق بإيران. الإخلال بهذه الموازنة لن يصب في مصلحة إيران. انهيار العراق اقتصاديا لن يصب في مصلحة إيران. إيران إذا ما انهار الاقتصاد العراقي وباستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية، صدقني بتغريدة من الرئيس الأمريكي بالقضاء على الاقتصاد العراقي، الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط، وبيع النفط معتمد بالكثير منه على القرارات الأمريكية وعلى الشركات الأمريكية. إذا منعت الشركات العالمية من شراء النفط العالمي، فصدقني النفط ما حد راح يشتريه من عندنا، أو راح يشتروه الدول الفقيرة والدول الضعيفة التي ليس لديها إمكانيات. وبالتالي من الممكن أن يطيح هذا القرار بالاقتصاد العراقي إطاحة كبيرة، وهذا سينعكس على الداخل العراقي، سيزيد من نسبة الفقر وسيزيد من نسبة المشاكل السياسية العراقية. والعراق ليس، وإيران ليست، وإيران بغنى كبير عن هذه المشاكل لن تستطيع حلها، وخلخلت وحلحلت الداخل العراقي ضد الحكومة العراقية بشأنه أن يطيح بكل شيء، بالنفوذ الإيراني وبالنفوذ الأمريكي وبكل نفوذ داخل العراق. من الممكن في حالة انهيار الاقتصاد العراقي، من الممكن أن يطيح بكل شيء داخل العراق.